بعد أكثر من شهر على سيطرة طالبان على أفغانستان، تواجه البلاد أزمة مالية وإنسانية، إذ تقترب من انهيار مالي واقتصادي وشيك مع استمرار إغلاق البنوك ونفاذ السيولة النقدية من أيدي الناس، وسط توقعات ومخاوف متزايدة من أن تؤدي الأوضاع إلى كارثة اقتصادية وإنسانية شاملة. ولا تزال تتشكل طوابير طويلة خارج البنوك التي تقصر مبالغ السحب الأسبوعي من الحسابات على 200 دولار أو 20,000 أفغاني لحماية احتياطات البلاد المتضائلة. موفدة أخبار الآن المتواجدة في كابول صفاء صالح التقت المواطنين الأفغان المتواجدين أمام تلك البنوك لرصد الوضع المتأزم وحالة الغضب التي تسيطر على المواطنين. أنا أتيت إلى هنا كي أحصل على النقود، وكنت أعمل قبل ذلك في شركة خاصة، وكان راتبي جيدا جدا، كنت أحتفظ به داخل البنك، لكن لا أستطيع منذ أسبوع سحب أي مبلغ من المصرف، والآن لا أعمل. التقينا أيضا بمواطن أفغاني أمام أحد البنوك في العاصمة كابول. أنا منذ أسبوع قدمت إلى هنا من ولاية غزني وأنتظر في طابور طويل لكي أستطيع سحب النقود، لكن لا أستطيع، وهذه النقود كنت وضعتها في البنك للتوفير، والآن النظام يسمح فقط بأخذ 20,000 أفغاني، أي ما يقرب من 200 دولار أمريكي خلال أسبوع واحد فقط، وحتى لا أستطيع سحب جميع نقودي من البنك إن أردت ذلك. شاهدنا حشودا ضخمة من الأفغاني يقفون في طابور أمام أحد البنوك في العاصمة الأفغانية في محاولة للحصول على سيولة نقدية بعد أن نفدت الأموال من أيديهم. لقد جئت إلى كابول لكي أخذ نقودي من البنك منذ أكثر من 5 أيام، لكن حتى الآن لا أستطيع سحب أي مبلغ من البنك، وكنت أعمل بالمؤسسة الأجنبية لمدة أكثر من 2 سنين، وكنت أجمع النقود وأضعها في البنك، وهذا هو الحال. الآن لا نستطيع سحب أي شيء من نقودنا من البنك، وقد سألت أحد المسؤولين في البنك لماذا لا نستطيع سحب النقود، قال لي أن هناك تحديات اقتصادية ونقود البنك الآن خارج أفغانستان ولا يسمح إلا بسحب أسبوعي بقيمة 20,000 أفغاني. وتظهر الصور التي التقطتها كاميرا أخبار الآن معاناة المواطنين أمام البنوك لسحب أموالهم المودعة أو جزء منها، حيث يضطرون للوقوف لساعات وسط حالة من التدافع. وباتت ظاهرة طوابير المودعين أمام البنوك أمراً شائعاً في أفغانستان بعد أن فتحت البنوك في نهاية الشهر الماضي أبوابها للعمل مجدداً.